أعزائي برحب فيكم، وحنعمل هلأ شوربة كتير لذيذة ولكن حارة. حنعمل شوربة صينية بخلطة من الخضروات. خلينا نشوف مع بعض المكونات لشوربة الروبيان. شوربة روبيان شومين حارة: 4 ملعقة كبيرة زيت ذرة، 4 فص ثوم مهروس، 1.5 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم، 2 عود بصل أخضر مفروم مع الأوراق، 3 قرن فلفل أحمر حار مقطع بالورب، 200 جرام روبيان صغير الحجم، 1 حبة متوسطة جزر، نصف حبة فلفل أحمر حلو، نصف حبة فلفل أخضر حلو، نصف حبة فلفل أصفر حلو، 1 كوب ملفوف، 1 كوب قرنبيط، 4 حبة مشروم، 2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة، 2 ملعقة كبيرة نعناع، 4 كوب ماء أو مرق، ربع كوب صلصة الصويا، 1 ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، 2 ملعقة كبيرة نشا، 1.5 كوب ماء، للتقديم بصل أخضر مفروم وبقدونس. أعزائي، الشوربة اللي حنعملها هلأ تتميز بأنها فيها طعم حار جداً، ولكن طبعاً مش شرط، ممكن تستغنوا عنه. أنا حستعمل قرون الفلفل الأحمر الحامي جداً جداً جداً، خلي بالكم، بس ممكن نستغني عنه ونستبدله بفلفل بارد شوي أو حامي، مش كتير يعني. المكونات اللي حنحتاجها: تشكيلة من الخضرة مقطعة بطريقة أنها كلها تكون زي عيدان أو أصابع بهذا الشكل، عيدان الكبريت بهذا الشكل، الفليفلة الصفراء، الحمراء، الخضراء، الجزر برضو مقطع بهالطريقة، وحنضيف لها الملفوف أو الكرنب، وحنضيف لها كمان الزهرة المقطعة شجيرات أو قطع صغيرة بهالشكل هذا. المكون الأساسي عندي طبعا هذا إضافي، ممكن أستمتع بالشوربة فقط تبقى خضروات تستفيدوا من الوصفة إذا حبيتوا كخضروات، أو الطعم الرائع اللي أنا حستمتع فيه لما أضيف الروبيان. عندي هون روبيان أو جمبري وسط أو صغير، أو إذا عندكم روبيان كبير ساعتها بنحط في كل طبق روبيانة واحدة كبيرة والشخص بيقطعها وبيأكلها. إذا روبيان وسط ممكن كل شخص يأخذ 2 أو 3، إذا صغير طبعا حسب ما كل شخص يكون في طبقه، بس أي نوع روبيان أو أقصد أي حجم روبيان تقدروا تستمتعوا بهذه الوصفة. عندنا من المكونات الأساسية كمان لهذه الوصفة صلصة الصويا، اللي هي حتعطيني الطعم المميز للأكل الصيني أو الشرق آسيوي بصفة عامة. حبتدي الوصفة بتسخين زيت، عم بستعمل إذا حبيتوا زيت دوار الشمس أو زيت الذرة أو زيت السمسم أو زيت جوز الهند، كل هذه الأنواع بتقدروا تستمتعوا بطعمها. هلأ أنا حضيف الفلفل الحار، وطبعا مجرد ما أضيفه خلوا بالكم بيبقى الريحة اللي بتطلع هي بتبقى ريحة ولكن بتبقى قوية على العيون، فحاولوا تكونوا بعاد شوي. والنقطة المهمة كمان عندي هون أعزائي إنه هذا الفلفل لما أنا عم بحمصه في الأول مع الثوم والزنجبيل حتقوى ريحته أكثر وأكثر، فإذا بدكم تكون الريحة أقصد الحار، يعني إذا بدكم الحار يكون هادي شوي ممكن تقللوا من موضوع التحميص هذا. وبنلاحظ كمان إنه أنا بقطعه مع البذور بتاعته، ف بتلاقوا فعلا انه حامي جدا على العين. التحميص هذا هو السر في الحصول على نكهة مميزة جدا للشوربة. وللحقيقة يعني هم بحطوا فلفل اكثر، بس انا يعني معتدلة شوي معاكم، ولكن ممكن بحطوا 4 أو 5 قرون من الفلفل وانواع مختلفة طبعا من الفلفل الحار جدا. حبتدي أعزائي أضيف البصل الأخضر، هذه الخضرة اللي عندي، وأضيف الفلفل، الفلفل الأحمر، الأصفر والفلفل الأخضر. وأقلب هالمكونات كلها برضو مع بعض. التقليب هذا جدا مهم لتتشوح عندي الخضرة وما يبقى الأكل كأنه مسلوق. دائما أكرر هذه الكلمة
لانه بتفرق معانا كثير في الطبخ. حنضيف الروبيان ونقلب برضو شوي مع الخضره. الجزر الكرنب او الزهره اقصد الكرنب الملفوف، وحنضيف شرائح من المشروم. وعايزه اتكلم شوي عن المشروم انه في منه عده انواع، فكل ما كان المشروم لما تروحوا تشتروه كل ما كان سعره غالي كل ما كان قيمته الغذائيه اعلى. حنضيف الخضره وكل هالمكونات برضو نشوحها مع بعضها. ابتدت عندي تدبل الخضره كلها مع بعضها، لاحظوا هاي الخطوه المهمه جدا اللي هي التقليب او التشويح بهالطريقه، وعلى نار تبقى جدا قويه. حضيف الصويا ونضيف المي ونضيف الملح، بس ما يعني نحاول ما نحط كتير لانه في بعض انواع الصويا بتختلف نسبة الملوحة فيها، فبنقدر نتحكم بعد هيك، ما بدنا من اولها نضيف كمية كبيرة. والمكون كمان المهم جدا للحصول على شوربة إلها قوام متماسك، انا عندي هون النشا وعندي بعض المي، بدوب النشا في المي وبضيفه برضو على الشوربة. هالمكونات مع بعضها أعزائي بسيبها لتبتدي تغلي، وبعد هيك بقدر أوطي النار وأتركها على نار هادية لغاية ما تتسبك معي وتتكون هالقوام الرائع. هغطيها وبس تغلي بوطي النار وبسيبها، ما بتاخذ حوالي 7 إلى 8 دقائق بتكون عندي الشوربة جاهزة. ونشوف أعزائي طريقة التقديم. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.